جيم، إذا قرر الإنسان أن يفعل شيئاً فلا فرق، لا فرق إن كان عنده ساق أو ساقان، المهم هو أن يصل إلى هدفه بأسرع فرصة، وهذه هي فلسفتي في الحياة. على الإنسان أن تكون عنده إرادة الوصول كي يستطيع أن يصل. لما نطلع من المعرض انا وياك ماشيين نتخيل معرضنا في يوم من الايام شو نقول؟ مين 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 تعال مني خليك نشوف خليك نشوف عشان نتخيل الممر. لا 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 مني هالممر هالممر عادي تكفى تكفى مني مني يلا مني يلا تعال يلا يلا ابدا واحد يلا اثنين ثلاثة. نحن ذا على دوب كنزنا نسير معا وامالنا تسير قبلنا، من غيرنا ينشئ حفلا مثلنا، حفلا خطيرة إلى الجزيرة، من غيرنا جزيرة عجيبة وحلمنا فيها حضورنا رهيبة، من يواسها رحبوا معاي بصوت أشبع وتغلب على الأبطال الرئيسيين اللي ينافسوا في نفس المسلسل، صوت لن تنساه أبدا، صوت تعرفه من كلمة واحدة عندما يقول هبلة. لا عطنا زينة ونحول تكون هبلة. ها من يقول هبلة في زينة ونحول؟ من يقول هبلة؟ طيب نعطيك مني ثاني في جزيرة الكنز. الصوت اللي تغلب على كل الأصوات وكان يضحك شلون؟ ما صوته كلش قوي، صوته كلش قوي، لأنه صوته قوي، ما نقدر، ما حد قوي، ما حد قوي، صوته ما نقدر عليه صراحة، مميز، ضحكته تعتبر علامة تجارية، صوته يعتبر أحلى دعاية تسويها في حياتك لأي شيء. كثير في العالم انشهر فقط لأنهم تمكنوا من تقليده. قلده أنت؟ وأنا مستحيل يوم من أيام قلده. عاي خلنا نسمع هني شخصياً. رحبوا معاي بالكابتن جون سيلفر السيد وحيد جلال. بس نلوت هناك زين يعطيك بالعافية. استاذ الكبير القدير العظيم الكبير مرة ثانية وحيد جلال. مساكم الله بخير يا أطيب وأكرم وأشرف الشعوب، أنتم شعب الكويت والمملكة العربية السعودية ودول الخليج ودبي وأبو ظبي، والكل يشهد الله بأنني أحترمكم وأقدركم وأسعد دائما بوجودكم. لولا تشجيعكم لما استمرينا ولما كنا هنا اليوم. مساكم الله بالخير وجزاكم الله خيرا. يعطيك العافية أستاذ. ومثل ما مشينا في البرنامج نفسه سيدي ما أروح لكم أنتوا الجمهور لأسئلتكم. يلا يلا من حاب يسأل الحين تفضل تعال. السلام عليكم أستاذ. وعليك السلام والرحمة. لو سمحت أبي الضحكة بس، ضحكة سيلفر بس. بدك ضحكة سيلفر؟ ما هي دي الماركة التجارية ما هيك محمد؟ طيب إذا الجمهور بده ضحكة سيلفر بعطيه ضحكة سيلفر. طيب
طيب هي الضحكة بتبتدي كريشندو، يعني من كريشندو من تحت لفوق، منيح؟ يلا اربطوا الأحزمة. عم تحدث عجبته عم يضحك. ثانك يو. يا الله يعطيك العافية سان. الكل يحب جون سيلفر، بس اللي أكثر الكل يحب وحيد جلال. يا جماعة تحية تحية صراحة. تفضل. بس بغيت أسمع منك وتستمر الحياة بصوتك. هي بدها تستمر الحياة بصوته بدون صوتي أكيد يعني. بس العبارة المشهورة عند سيلفر بغينا نسمعها. ما أنا من زمان ناسيها كيف قلتها. بس قول وتستمر الحياة. كيف قلتها أنا؟ كيف قلتها أنا؟ أولى سمعني. وتستمر الحياة. تضحك فيها. بس هيك؟ بس هيك. وتستمر الحياة. نيحة؟ يعطيك العافية. واستمر بحياتك. بإذن الله إن شاء الله حياتكم كلها وحياة أحبابكم مستمرة بسعادة وبصحة ونجاح ودوام العافية يا رب. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة. أول شيء حاب أقول أن يعني شو حبيبي نسيت اسمي، لأن يعني شوية مستأنس لأن أول مرة أشوف أبطال من أبطال طفولتي يعني. حبيبي حبيبي الله يبارك فيك وبطفولتك وبكبرتك كمان. شكرا حبيبي. فأنا حاب بصير ممثل صوتي مثلك إن شاء الله. أي. فبعرف وين أقدر أقدم وين وشون أتدرب يعني عشان أقدر أغير صوتي شيء. وين بدك تقدم؟ بأي بلد؟ يعني بأي بلد يعني؟ لا ما حسب البلد، إذا عنده مسلسلات صور متحركة، عنده برامج إذاعية، عنده برامج سينمائية. لا. حسب البلد. لا إذا قدمت لي بالصحراء الغربية مثلا يمكن ما يقبلوا لك صوتك. ما بدك بلد يكون يصعط هالمسائل. مسلسلات كرتونية يعني وين في أي بلد حسب؟ لأنه لا لك شغلي ها في نقطة كتير مهمة بحب أولى للجمهور الكريم وللجمهور يلي بعيد يلي أتمنى أنه يستمع لكلامي. الكرتون أو الصور المتحركة أيام الزمن الجميل كانت عبارة عن مسلسلات حضارية تثقيفية تحافظ على اللغة العربية وتسلية للأطفال ومعلومات. أما اليوم يا سيدي الكريم فصارت المسلسلات الكرتونية أو الصور المتحركة رعب على الأطفال بدل أن تكون متعة للأطفال أو تعليم للأطفال. ولهذا السبب امتنعت ليس فقط عن تمثيل المسلسلات الكرتونية الهابطة ولكن حتى عن المسلسلات التلفزيونية بشخصي امتنعت عنها للتفاهة والسخافة ودنو المستوى. ليس المهم أن تظهر، المهم أن تحافظ على كرامتك وعلى محبة الناس لك. يعطيك العافية والله يحفظك يا أستاذ صراحة. بيبي. يخليك يا رب. تفضل حياك. سيلفر سيلفر وانت لحدي لهون من بلد لبلد والله نفس الحكي عملوا معي بدبي لحدي لهون. أنا القرصان جورج منذ أنت ذلك الصبي. قلت لك شو بدك بجون سيلفر؟ خليك بكركور وفرفور، شو بدك بالشغلة؟ ما إلك هاي، مش لإلك. ما أعطيك سيلفر.
أنا وردان وأريد لإمساك بالحسناء عنابة. شفت وين عمر الشماع؟ هذا هو. سيدي برهان لم أستطيع الإمساك بالحسناء عنابة. وين هو يلي سألني قبل شوي؟ خدوا أنت ويعمل متحركة، خدوا خدوا معك وامشي. ما كان سؤال دي، كان مفوشر. يعطيك العافية. من حاب يسأل يا جماعة قبل ما نختم الفقرة دي؟ حياك تفضل. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة. يا هلا يا استاذ. لو قالوا لك جزيرة الكنز بيسوون جزء جديد، ترجع تمثل الصوت معاهم ولا لا؟ اذا بنفس المستوى اللي كانت فيه. إيه نعم. على راسي اكيد اكيد. بس يعطيك العافية حبيبي. حبيبي هلا. يعطيك العافية. ها يا جماعة الخير، من حاب يسأل حياك تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. أبي أطلب منك تقول جملة لو ما عليك أمر. بدك أي جملة؟ ما أنا من زمان عامل المسلسل مش حافظ جمله. جملة 15 رجلا ماتوا من أجل صندوق. إن شاء الله أنت بتعيش من أجل 2000 صندوق إن شاء الله. مشكور. طيب أوكي، كرمالك بس يلا. 15 رجلا ماتوا من أجل صندوق. مشكور. يعطيك العافية. بعد مين؟ وين؟ حياك تفضل. أوه أوه تعال وتفضل. أي بعد يلا اسأل. كنتوا قبل تمثلون بكاميرا الأبيض والأسود ولا كنتوا نفسنا؟ يعني الحين صاحبي أبيض والأسود قبل ولا نفس يعني الحين عندنا ألوان؟ أي بالكرتون ويوم قبل كان فيه أسود وأبيض نفسكم بجليندايزر؟ يا حبيب قلبي، الأسود والأبيض بالأول ابتدينا فيه، بعدين أجت الألوان. بالأول الأسود وأبيض. نعم. شكرا لسؤالك. أسود وأبيض. حياك تفضلي. السلام عليكم أبو غالي. وعليك ألف سلام وعلى جمالك. شكرا. أبوي الغالي، في سؤالين لو سمحت. أهلا وسهلا. أولا، في لاحظنا في 4 رسوم متحركة أنت مثلت يمكن للحلقة الرابعة أو الثامنة، اللي هي ما سانشيرو كابامارو الرجل الحديدي ورانزي. أيوة. ليش يعني؟ هل كنت تدرب بقية الممثلين وطلعت ولا؟ لا والله، كان هو بالذات تحديدا كابامارو. أيوة. ما انخطأت عن إكماله. ولسبب جوهري، انه انا بنتي بامريكا، كنت مقدمت لي طلب للجنسية الامريكية للحصول على الباسبور الامريكي، فاضطريت وقف الشغل وسافر على امريكا مشان هذا السبب. هذا السبب بس. هلا صار الباسبور معي والحمد لله، عم يفتح لي المطارات. عفوا، السؤال الثاني. تفضلي. ممكن يعني احنا نعرف كل زمان ومكان فيه الصالح والطالح. نعم. بس انا اللي لاحظته شخصيا ان من منتصف التسعينات ومع انتشار الفضائيات قاعد يتدهور الفن بالوطن العربي والاعلام بشكل فظيع. فمرات يعني مرات نلاحظ ان الفنانين ولا المذيعين ما يكونون مثقفين. فهل تعتقد ان ابتعاد الانسان العربي عن الكتب والثقافه هي خلت الفن يتدهور بالوطن العربي؟ طبعا طبعا طبعا. الكتاب من اهم مقومات الانسان. انا شخصيا كل يوم عندي 3 ساعات قراءه، رغم التلفزيون، رغم الموبايل، رغم كل شيء. بعدين في انحدار فعلا في العالم العربي كله وفي العالم كله، انحدار فني رهيب بامريكا ولا بمصر ولا حتى بلبنان، اي محل يا ستي، في انحدار فني عجيب، ان على صعيد الطرب او على صعيد الاصوات او على صعيد التمثيل او على اي صعيد فني او ادبي، في انحطاط، مش انحدار بس انحطاط والله للاسف. يمكن الامم على مر العصور بتمر بفترات مظلمه وبعدها تنفض عنها
غبار، قلة الحياة غبار، عدم الثقافة غبار، قلة الأدب، وتنتعش من جديد. نتأمل خيرا إن شاء الله. إن شاء الله. للسؤال التالي، تحية إلى جبل الدبلج الأستاذ وحيد جلال. الله يخليك. لو أسأل بس نفسي، لو تدينا كابامارو وهو غاضب ويطلب الشومن، شو هيدا؟ كابامارو يعني يطلب الشومن لكن بغضب، عين الشومن عين الشومن. حبيبي أنا كابامارو تركت ورحت على أمريكا، بس ارجع بردلك. إذن السؤال التالي، في كرتونين ما تكلمت فيهم، صراع الجبابرة وبابيرو، ما تكلمت فيهم؟ اي نعم. ايش سؤالك؟ قال ليش ما تكلمت؟ اي نعم. ما كان لي دور كلام كده، اتكلم ازاي؟ يعطيك العافية، سوي يسعد قلبك يا رب. يلا هيدا سؤال جوهري بشرفي، ما حدا سألني اياه بعد. حياك الله يا استاذ وحيد. اهلا اهلا اهلا، الله يعطيك العافيه. سؤالي، تفضل. ماذا تنصح للجيل الجديد اللي يبغى يمارس مهنه الدوبلاج الكرتوني مثلا او الاذاعي؟ بصراحه احنا فريق اراده، واحنا مسوين طريق معين انه نقدم الفنانين الكبار مثلكم. بارك الله فيك. وانتو جوهر الاعمال هذه اللي قدمتوها، يعني جوهره لابد ان تستثمر. نعم. فنحتاج منك نصائح لطريقنا هذا. فحبيب قلبي اقول لك شغلي، بكل ميدان من ميادين العمل في الحياه انت بحاجه للثقافه وللدرس والمتابعة. أنصح بالاطلاع الدائم والمستمر مهما كانت مهنتك ومهما كان طموحك كي تكون مهنتك، الثقافة والاطلاع. نعم. يعطيك العافية. بس سؤال ثاني. تفضل. سمعنا أنك قارئ جيد. نعم. في ليت تقدم لنا قصيدة معينة أو مقطع بسيط. أنا معلش يا حبيبي، فهمت عليك، أنا فهمين عليك. أنا عادة أقرأ اللغة الإنجليزية، كل مكتبتي باللغة الإنجليزية، طبعا في محلات للكتب العربية أكيد. بس بدك مني أعطيك بيتين شعر مثلا يعني؟ أيوة. تكرم عينك، رح لك يوم. الله يسعدك. في شعر لبناني كبير اسمه إيليا أبو ماضي، كتب قصيدة حساسة جدا، وغناها المطرب الكبير الراحل الموسيقار فريد الأطرش. سأتلو عليكم بيتين من بداية القصيدة، لأنها قصيدة طويلة وجميلة جدا، وأنا أتأثر عندما ألقيها. بتقول القصيدة: عش أنت، عش أنت إني مت بعدك، وأطل إلى ما شئت صدق. كانت بقايا للغرام في مهجتي فختمت بعدك، أنقى من الفجر الضحوك وقد أعرت الفجر خدك، وأرق من طبع النسيم فهل خلعت عليه بردك؟ شكرا شكرا سارة. شكرا.
ومع آخر سؤال نختم الجلسة الحوارية. أول مرة ألوات بسرعة، أنا مبسوط فيكم والله. كحالك أستاذ وحيد؟ عيوني. هذا شيء أستاذ وحيد، عندي سؤال. جدك دعم مادي، دعم مادي، أي الأعمال تختارها يعني؟ شو الأعمال تسويها؟ والله يشوف الكرتونية تقصد الأعمال الكرتونية؟ أي شيء. لا لا خلينا نعم، نحن اليوم محتفلين بالاي شو، اي اي شو، بالاعمال الصور المتحركه. خلينا نحكي فيهم. كل الاعمال اللي اديناها كانت جميله جدا وهادفه واثرت في الاجيال، وهيدا اللي يعني يرضيني ويسلج صدري، بانه في جيل كبر على صوتنا، كبر وتزوج وجاب أولاد وصار يربي الأولاد على أصواتنا. في أصوات محترمة الحمد لله وأدت أعمال جيدة جدا، فأعمال كلها كانت ممتازة، بس يلي أثر أكتر شيء عند الجماهير هو شخصية القبطان سيلفر. وفي سبب، مش أنه لمجرد أنه إجره مقطوشة أو يعني يتفلسف، لا، في داخله مشاعر خطيرة، داخله مشاعر الخير والشر والعقد النفسية مع بعضها. يمكن هيدا يلي ساعدني اني ادي الشخصية باسلوب معين خلى الناس تحبه. ويعطيك العافية استاذ. فيا جماعة، للأسف للأسف حابينك تحصل الجنسية الكويتية عشان تعيش معانا للأبد غير الأمريكية. بس للأسف. لا لك شغلي، لك شغل. قول لي. ايوه اقول. قول. بدون ما عايش معكم انتو كلكم عايشين في قلبي. يعطيك العافية، يعطيك العافية. يا جماعة ما اوصيكم، تحية كويتية نارية من الكويت للعالم بوجود الكبير، اخوان الكبير وابونا وحيد جلال. بارك الله فيكم واشكركم من صميم صميم قلبي وقلب سيلفر. ويعطيك العافيه. وجماعه مره تحيه للنجم الكبير الضخم. الحين من عندنا بعات؟ عندنا صوت مميز من ضحكته. ايه الناس عرفته. يا الهي، تميز في جميع مجالاته الفنية. نعم. من مسلسلات سينما لجميع الأعمار، دعم الكرتون، دعم الأنمي، دعم كل عشاقه، حتى في مجال التواصل الاجتماعي لم يتركهم في المعارض، لم يتركهم. صوت التميز والقهقه الفنية، الفنان والبوج الكبير وحيد جلال. جائزة مجموعة AI شو الإعلامية للريادة في نشر الفن والقيم لكل الأعمار، ودعم الأنمي الياباني في العالم العربي لهذه القامة وحيد جلال. هل أناديه سيلفر أم أناديه مستر فوفور أم أناديه من؟ من تحب أن أناديك يا سيدي؟ نعم، من تحب أن أناديك؟ وحيد جلال. شو انه وحيد جلال، وهذه القامة الكبيرة لا يمكن يقدم لها التكريم سوى قامة فنية كبيرة ومن عشاقه. رحبوا معاي بالنجم الكويتي ولد هالبلد، نجم الدراما والمسرح والكوميديا، الفنان احمد ايراج. مساء الخير لأكبر نجم تعرفت عليه. والله لست أدري يا أخي أحمد، هل أنت يجب أن تقدم لي هذه الهدية أم أنا أقدمها إليك؟ والله فهو أحق بها مني يشهد الله.
حبيب قلبي. مساكم الله بالخير. انا امانه قلت للاستاذ وانا واقف توا قبل التكريم، قلت له انا ريولي مو شايلتني اني انا اوقف قدام قامه فنيه، لما نسمع صوته بس انا واجيال كثيره نشعر بالامان ونرجع اطفال مثل ما كنا لايام جميله. اللي اقدر اقوله شيء واحد بس، شكرا لوجودك في حياتنا. شكرا استاذ وحيد، شكرا. شكرا لمنظمين AI شو ولكل العاملين بـ AI شو ولكل من ساهم في هذا المعرض الناجح جدا جدا جدا. شكرا للتكريم. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ليس هذا هو التكريم الذي حظيت به، إنما محبتكم وتشجيعكم وبلادكم وكرمكم. بارك الله فيكم وبأهاليكم وبأحبابكم وبأوطانكم العامرة إن شاء الله. مجموعة AI شو وقناة AI شو فخورة جدا بتواجد أكبر طودين من أطواد الدراما. طودين جمعونا من صغرنا حتى شبابنا وجعلونا نقيم هذا المعرض الرائع. الفنان أحمد إيراج من أكبر داعمين المعارض والأنمي يا جماعة، عاشق للرجل الحديدي والجراندايزر ويعمل بجد لإعادة هذا الفن الجميل. والفنان وحيد جلال لازال معطاء وسيعطي ومعطاء كالنهر لا ينضب بإذن الله. تحية تحية من مجموعة AI شو الإعلامية، وبإذن الله هذا الأوسكار العربي سيتكرر وسيكون أكبر وسيذكر التاريخ أن من أول من كرمنا هؤلاء الأطواد الكبار وأول من شاركنا في التكريم هذا النجم الرائع يا جماعة. وعشان كذا أنا قلت لكم أنا جيت الكويت من السعودية. ليه؟ لأني أشوف الكويت وين ما أروح في الأفلام، مسلسلات، مسرحيات، تمثيليات، سهرات، وأيضا في المعارض الكويت سباقة. اسمح لي شوي، اسمح لي أطبع قبلة على خدك، هذه لك وللمملكة العربية السعودية الكريمة. يا جماعة جيم ما أخذ القبلة من سيلفا وأنا أخذتها. يا شكرا جزيلا لك والدي، شكرا جزيلا لك. تحية تحية يا جماعة.